والله لو ان ما الله خلقني يسبعي، لا قول ليت الله خلقني من سبع. صدوتنا من هاي شيب الرضيعي، ونظرتنا مثل السيوف المواضيع. حال لنا في وقت والربيعي، مخلوق للسكن ما خلق للبيع. مخلوق للسكن ما خلق للبيع.
بعم يد نعم متفردا فالشجاعة والكرم الفقل والعقل والصدر الوسع والثقل فهما تحس بسعارها ما تبغى لها بجي يوم الرجال الناس والبيت خاشر الربيع ضيافة تبهج اللي زارها والصيف لا سندت يم الجنوب تبغى لها بالرجال بجي يوم الطيب الحشوي في سوق النقي اللي تمرك على جزارها اللي تبين معها الشرب اصبعك من حيث ما رحت مركبها معك سندت الفكر لا جيت اوصفها شرد والوصف في وصفها ما يستطيع فن حاجز لا تشيع عبارها الصراحة ابن البين اللي ينصفون اللي خلقها خارق فيكم عيون شوفوا نجم السماء المعلمين زينة سماها رجوم اشرارها مدام الاوصاف تقصر دونها كفي الناس شوف عيونها واصحاب الامر والذقر تلبتن تحت اوامر قايدين عموق وشخوص وانتاج ثمين رمان والبعث الاطلال سريع يا من معك بكره من افكارها.